واخيرا بعد وقت كتير قعدنا نستنى تحديث، واخيرا نزل هذا التحديث. مثل ما شفتوا اليوم تاريخ 15/1/2020 نزل هذا التحديث بعد صبر كتير. والفيديو تبعنا اليوم بيحكي، قبل ما نحكي عن الفيديو، مرحبا اصدقائي كيفكم، انا نعيم من قناة نيمو. اليوم بدنا نحكي عن التحديات اللي هي نزلت، تحديات الاوفر تايم مثل ما واضحة امامكم هون. انا نزلت بالتسريب انه رح ينزل هون تحديات السكنات، والسكنات طلعت غير اللي انا حاطتهم، ما في غير سكن واحد اللي طلع مزبوط اللي هو السكن ريبلي. بسكن ريبلي هاد نزلوا كذا تحدي من تحدياته، هو 10 تحديات. بهدول 10 تحديات بدك تخلص منهم 9 تقريبا لحتى تاخذ السكن اللي ظاهر امامكم، هو هذا الباربل النهدي. انا رح اشرح لكم الفيديو كله، رح اشرح لكم التحديات كلها مكان مكان وبالتفصيل عن طريق التحديات المسربه كلها اللي لسه ما فتحت. انا عم بتاخر بالفيديو تبعي، بعرف انه عم بتاخر، بس يا ريت تكون فيدكم بهذا المقطع، واذا استفدتوا واذا كنت اول مره بتشاهدني يا ريت تشترك بالقناه وتنشر المقطع بين كل اصدقائك لحتى تستفيد اصدقائك من هالفيديو. مع بعض هلا نعرض الصورة تبع التحديات وبرجيكم، بشرح لكم تحدي تحدي. التحدي الأول اللي هو معنا أو مو تحدي، إنه أول شيء لازم تكون أنت تير 50، وتاني شيء لازم يكون تخلص المهمات حتى تاخذ السكين النهدي البارو. نبلش مع بعض أول تحدي. أول تحدي مطلوب منك اللي هو بدك تاخذ الميدالية الذهبية تبع فتح الشستات تبع اللاما وتبع الدرو. بهذا التحدي، التحدي سهل كتير، كل اللي عليك انك تلعب تيم رامبل، بس هو مشكلته انه 3 مرات، يعني ممكن يطول معك شوي. مو مشكلة، هذا ممكن انت تتغاضى عنه، هن مو مفروض كلهم يتساووا، بس لو نقصت واحد تاخذ السكين. بالتحدي الاول اللي عم بحكي عليه هو بدك تفتح 10 شيستات مثل ما موجود امامكم، ميداليات، الميدالية الجولد حتى تقدر تاخدها بدك تفتح 10 شيستات او لاما او دروب. بهذا التحدي انت كل اللي عليك تلعب تيم رامبل، تنزل بمكان مثلا في شستات كتير مثل بليزنت مثلا، مثل ريتال، مثل ليزي. بهدول الاماكن بتلاقي فيهم شستات كتير، وبتفتح 10 شستات او لاما او دروب، تاخذ الميداليه لمده 3 مرات ورا بعض بايام مختلفه. كل جيم لازم تعمل هي الشغله لحتى تقدر تاخذ الميداليه الذهبيه. التحدي اللي معنا هو بدك تكون انت الاي ار سبيشاليست. شو هذا الاي ار سبيشاليست؟ كل عليك انك انت تلعب تيم رامبل، بالتيم رامبل انت تاخذ اسولت او سكار ظاهرين امامكم على الشاشه، تدمج فيهم قد ما تقدر، الدمج مو معروف قديش، مو واضح قديش، بدك تلعب فيه كثير لحتى تقدر انت تاخذ هاي المهمه. بهاي المهمه انت كل اللي عليك انك تاخذ الاسولت مثل ما قلت لكم، وتدمج فيه وتضل عم تلعب فيه اكثر وقت ممكن، وانت بتلاقي على جنب انه خلص التحدي. بدك تساوي هاي الشغله 3 مرات بديفرنت ماتش، ماتشات مختلفة، يعني بكل ماتش بدك تكون سبيشاليست تبع الاي ار، يعني تكون تدمج كتير فيه، هيك بتكون انت خلصت المهمة التانية. والمهمة الثالثة معنا تزور 3 اماكن مسمية ب3 ايام مختلفة. شو يعني 3 اماكن مسمية؟ 3 اماكن مسمية اللي هي مثلا مثل سيلتي، مثل بليزنت، مثل ريتال، اي مكان مسمى تنزل فيه 3 مرات ورا بعض بايام مختلفة، بكل جيم تنزل مرة بنحسب لك مرة. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تدمج بالتراب، كل اللي عليك انك انت تلعب وتحط تراب للخصم وتدمج فيه اي دمج كان، المهم انك انت تحط تراب جوات، يعني تدمجه عفوا بالتراب، هيك انت بتكون خلصت المهمة. مجرد ما انت تحط له تراب ويتدمج فيه بتكون انت خلصت المهمة، اي دمج لمرة واحدة بس. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تدمر 10 صناديق سليرب او براميل سليرب او الخزان الكبير او الشاحنة. هذا التحدي بدك تدمر فيه 10 براميل سليرب. مثل ما انا هلأ رح ورجيكم فيديو توضيحي شلون بدك تساوي، انك انت بدك تدمر براميل او بدك تدمر الشاحنة او تدمر الخزانات. بخليكم مع المقطع التوضيحي بتشوفوا كيف. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك سويم 50 متر ان 5 سكند، يعني بدك تسبح لمده لمسافه 50 متر
5 ثواني. كيف يعني؟ يعني بدك تنزل بهذا المكان اللي انا هلا حرجيكم اياه بالفيديو، كده عليك تنزل بهذا المكان مرة واحدة، تنط من هون على هاي المي، تسبح المسافة هاي وتطلع وتنزل مثل الدولفين يعني تقريبا، يعني مشان السرعة، وبتخلصهم 5 ثواني او اقل. بدك تسبح 50 متر. بهذا الفيديو اللي حعرض لكم اياه بورجيكم كيف تساوي هاي المهمة، كتير سهلة وكتير بسيطة. بالتحدي اللي بعده اللي هي بدك تزور ليزي ليك وسليربي بماتش واحد بالقارب. بهذا التحدي كل اللي عليك انك انت تنزل بليزي في عندك هذا القارب، بس بشرط انك انت بدك تقرب شوي على الليزي. اذا انت مثلا ما انحسب لك الماتش بدك تلف مثلا وتقرب على الليزي او تقرب على السليرب. اذا ما انحسب لك كل اللي عليك انك انت تنزل عند ليزي بهذا المكان اللي انا هلا حورجيكم اياه بالفيديو، تنزل تاخذ هذا القارب تقرب شوي على الليزي على الشمال تقريبا، بعدين تنزل على المي تكمل تروح على سليربي خلال هذا الطريق اللي انا موضح لكم اياه بالفيديو، توصل على سليربي، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. سهل كتير وبسيط. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. التحدي اللي بعده بدك تقتل 5 اشخاص بمكان ريسكي وفورت وهايدرو 16، اللي هي هدول اماكن غير مسمية. بهدول 3 اماكن انا رح اورجيكم اياهم بهذا الفيديو. بدك تنزل هون تقتل 5 اشخاص. انا بفضل المكان اللي انا واقف فيه اللي هو قريب على المزرعة تقريبا او قريب على الجزيرة. بهاي المنطقة هون اكتر ناس بتنزل، اماكن تانية ما حدا بينزل فيها. اي جيم سولو اي سولو سكواد دو تيم رامبل اي شيء، المهم انك انت تنزل بهدول 3 اماكن وتقتل 5 اشخاص فيهم. انا بفضل هذا المكان اللي واقف فيه. والتحدي اللي بعده بدك تدور على القزم. هذا القزم موجود عند مدينة سليربي. بهذا الفيديو انا بعرض لكم مكانه وين بالضبط. كل عليك انك تنزل بهذا المكان وبتلاقي القزم، بس كمان انه انت لازم تخلص تحديات اول باول لحتى يفتح التحديات. انا عارض لكم اياهم كلهم بشكل مباشر مشان تخلصوا المهمات مع بعض وما يكون صعب عليكم. بالتحدي الاخير معنا انك بدك تاخذ سمكه بالصناره، بعدين بالهاربون، بعدين بالاكسبلوزيف وومن اللي هي الار بي جي او القنابل. كل عليك انك تاخذ انت صناره وهاربون قذائف اللي هي الار بي جي او القنابل، بدك تضربهم على هاي البقعه البيضاء. بهاي البقعه البيضاء بدك تحط الصناره تبعك او الهاربون او الار بي جي تبعك. بهذا التحدي سهل كتير، كل اللي عليك انك انت مثل ما قلت لك تنزل وتعمل هالمهمه هاي، وبتكون انت هي خلصت التحدي. وهيك بنكون وصلنا لشرح كل تحديات الريبلي، شرحتهم انا بسرعة مشان ما يكون المقطع طويل. وبتمنى اذا انت اول مرة بتشوف المقطع تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، واذا انت مشترك بالقناة تحط لايك على الفيديو وتنشره بين اصدقائكم لحتى تستفاد اصدقائكم من هذا الموضوع وتخلص المهمات بسهولة. شكرا على المشاهدة وبرعاية الله.